أجدع صحاب صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري، دول أغلى ناس هم الأساس. وأقول لكم إيه، قضينا أجمل وقت في حياتنا، دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا نروح ليه. أنا كل ما عمري يعدي ونقابل بعضنا، أحس كأن أنا عندي يجي 16 سنة، أفتكر امبارح أدمع حافظة وممكن أسمع. نفسي الأيام دي ترجع ونتلم بيها كلنا.